يونيو 3 اغسطس. سير 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 يا جماعة، تضغط سير على الدم. جاكسون تسقط شرعك الدم. مليونية 3 اغسطس. تحرك الموقف. السوق العربي محاصر من قبل الاجهزة الامنية والقوات الفدرالية. غير الفيزا لانه حيحصل اشتباك. جالسون مغبرة الكجر. ضغط النظام. الشعب يريد ضغط النظام. الشعب يريد. الشعب يريد. الشعب يريد. يريد. الشعب يريد ضغط النظام. الشعب يريد ضغط النظام. الشعب يريد ضغط النظام. الشعب يريد. الشعب يريد. الشعب يريد ضغط النظام. سير 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 سير. القوات الأمنية قدامنا استعدت. ما تكون فرقة. ما تكون فرقة. ما فرقة. تضغط تضغط الدكتاتورية الجديدة. تضغط الدكتاتورية الجديدة. تضغط الدكتاتورية الجديدة. الغاز المسيل للدموع. اطلاق سيف للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة.
حتى الموقف انه ما تحرك من جاكسون تم غمعه ب ابجع طريقه يعني دي ما حقوق بتاع الثوره قاعد تتعامل معانا بالطريقه دي. الموقف ما طلع من جاكسون القوات النظاميه بدات تغمع فيه ولسه يعني مواظبين تطلق في الغاز المسيل للدموع لسه مع انه الموقف مليان بالعربات وفي مواطنين في الهندو ازمه وفي في 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 كل دول يمكن يتضرر انه من البومبان اللي قاعد تفكوا القوات النظاميه ده. فدي ما حاجه بتشبه حكومه الثوره عليكم الله دي حكومه الثوره قليل بشهد الله يقولوا لي انه الحكومه دي بتشبه الثوره ما لسه مستمر. تسقط يا اخي تسقط اي دكتاتوريه بتجي على مستوى السودان. دي ما ثوره انا طالع هنا لا دارين نجيب فيها حكومه تحقق تطلعات الشعب السوداني. حكومه العملاء وحكومه الخارج وحكومه التطبيع وحكومه السجم الرماد ما قاعد تحقق في تطلعات الشعب السوداني الحبه دي شغاله غمعي فيه. الموكب سلمي بطالب برحيل الحكومه يا مسجل الغدر الجمهوري في داعي انك انت تغمع بالطريقه دي. غير الفيديو ده خلي الناس دي كلها تعرف والعالم ده عارف انه الحكومه الغمعيه السجم دي لسه قاعد تمارس النظام الغمعي والدوله البوليسيه على مستوى السودان. شيروا اللايف ده خليه يظل لابعد مستوى. قلنا الموكب سوي سلمي وتوجه يا اخي لغدر الجمهوري ما ابدا انك انت تغمعه. ما داير لا توضيع والناس تشوف بعينها انه يا اخي القمع ده يخشوا شيروا شيروا اللايف ده وشوفوا المستوى اللي وصلت له حكومة الثورة. هي ما حكومة الثورة هي بتدعي انها هي حكومة الثورة.
سير اللايف ده عشان تشوفوا هو الوصل ليه الحكومة. الحكومة ما قاعد تمثل الثوار ولا شعب السودان. سمعت فتاة للجمال قاعد تتفكر في سوار يا للأسف يا هل هو هذا النظامية اللي قاعدة في أول كوبري وضع نظامي يا بغل لايف ده ما عبر يا شباب سيروا اللي يصل بعد مكان كل التروس ما قدرت تجي الموكب وقعد تتابعنا من اللايف ده تشيروا هذا المزيل
صيحت بس صيحت عشوائي لهذول العلق. لا ما بينصر الحق دائما دائما الله بينصر الحق ما بيكون مع الباطل نهائي. ايوه اضطرت في اللايف يا جماعه بشغل وعشيه اضطرت في اللايف. تضغط غحت يا اخي غحت الكيزان اللي لا جابكم تاني هذا الشعب السوداني يا عملاء يا خونا يا مارقين
مقصود؟ انا ضربه ما انت يا ابو منه، هيدور باتجاه ثاني. انا عارف هيدور، انت جاي ماشي على الاتجاه. هاي ماسك الاتجاه.